بالرغم من شدة المعارك التي شهدتها مدينة تعز في اليمن، إلا أن المقاومة الشعبية نجحت في السيطرة على عدد من المواقع والهضاب في منطقة المرور، وتمددت لتفرض سيطرتها على منطقة وادي الضباب بحسب مصادر أمنية محلية. وأعلن المتحدث باسم المقاومة الشعبية أن استمرار القصف العشوائي المدفعي والصاروخي الذي تتعرض له مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أسفر عن تدمير المئات من المنازل والأسواق، فضلا عن تدمير قرابة 50 مسجدا وأغلب المنشآت الصحية، وما تزال المدينة تخضع لقصف بصواريخ الكاتيوشا. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين والمخلوع صالح في باب المندب أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المتمردين. وفي مأرب واصل طيران التحالف غاراته الجوية مستهدفا مواقع المتمردين في جبل هيلان الاستراتيجي، فضلا عن استهدافه موكبا للحوثيين في منطقة حرض الحدودية. وللمرة الأولى شاركت طائرات الأباتشي التابعة للتحالف باستهداف تجمعات ومقرات ميليشيات الحوثي في مناطق مديرية عسيلان النفطية وبيجان التابعتان لمحافظة شبوة شرقي اليمن ومنطقة العينة التي تضم مخازن الأسلحة والتموين التابعة لهم. أما في العاصمة صنعاء فقد أفاد شهود عيان أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من السفارة الأمريكية في حي سعوان شرقي صنعاء، ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن العملية. هدير الربيعي، العربية.